طيب إذا تحدثنا عن الإعجاز، طيب النفس وخبيث النفس، كيف نربط الكلام هذا علميا؟ في هرمون معروف ويستخدم كعلاج، علاج الحالات المستعصية. هذا الهرمون له اسم آخر، يعني يسمى هرمون الطوارئ أو هرمون المهمات الخاصة. لك أن تتخيل من الاسم، يعني حتى أنا سهل المهمة أعطي هذه المصطلحات، لك أن تتخيل عندما أقول لك هرمون الطوارئ إيش يعمل، أو هرمون المهمات الخاصة والعمليات الخاصة. هذا هرمون جدا فعال ولا يفرز إلا في هذه الحالات، حالة الطوارئ. أنت شاهد نفسك، تخيل أي موقف طارئ صار لك، حادث سيارة، واحد توفى أمامك، كنت في مكان مفاجئ وفجأة دخل عليك ثعبان ولا شيء مفجع، إيش ينتابك من شعور؟ سلوكياتك تتغير، اضطراب، ضربات قلب، في حاجات ظاهرة ممكن تستشعرها لكن في حاجات جوا أكبر وأعظم، هذه كلها مسؤول عنها هذا الهرمون، هرمون الطوارئ. هذا الهرمون علميا يسمى هرمون الكورتيزول. هذا هرمون يأتي من الغدة الكظرية، من قشرة الغدة الكظرية، عبارة عن غدتين توجد في أعلى الكلى. هذا الهرمون يفرز بطريقتين، يفرز عندما الإنسان يواجه أي قلق، أي ضغط، أي إصابة، أي حادث، يجعل الجسم، يهيئ الجسم حتى تقلل المخاطر، حتى يقلل، حتى أنت تتعامل تتفاعل مع الوضع، يفرز هذا الهرمون. الطريقة الثانية اللي يفرز فيها هذا الهرمون، سبحان الله، يفرز وقت الفجر، لا إله إلا الله، يعمل تغيرات كبيرة في وقت الفجر. وفي هذه الأثناء سبحان الله تصير العديد من التغيرات الفسيولوجية في الجسم. فإذا كنت نائم ولم تصحى تنهض لصلاة الفجر، تتراكم الدهون وتتراكم كل التفاعلات، فتصبح خامل، مزاجك تعبان. لكن إذا ما صحيت وقمت توضأت وصليت، تحلل، تقوم باستهلاك هذه السكريات التي طلعت في الجسم، تقوم بالتعامل مع كل التفاعلات، فيقل ضررها وأثرها على الجسم. إيش يعمل هرمون الكورتيزول؟ مثل ما قلت، هرمون الكورتيزول في الأصل هو هرمون يهيئ الجسم لمواجهة أي طارئ، يعني يعيد التوازن. أنت إذا أصبت في حادث، نزيف، موقف مفاجئ، أي مشكلة، هذا الهرمون يحاول أنه يعيد الجسم إلى وضعه الصحيح. يعمل إيش؟ يمد الجسم بالطاقة، ترتفع معدلات السكر، مرتفعات السكر مرتفعة، لذلك طبعا هو موجود كأقراص، يستخدم كعلاج الحالات المستعصية، حالات الأمراض المستعصية مثل ذاتية المناعة، الأمراض السرطانية، زراعة الأعضاء، الالتهابات المفاصل المزمنة القوية، يستخدم بطريقة طبعا معروفة ومحددة وبأسلوب محدد، بوصفة طبي، بوصفة الطبيب طبعا، لا يستطيع أحد يشربه لحاله، يعني هناك طرق تدريجية لاستخدام هذا الدواء. من ضمن الأثار الجانبية ارتفاع السكر. صور نفسك أنت في وقت الفجر وأنت نايم، مستويات السكر ترتفع في جسمك، مستويات الدهون ترتفع في جسمك، الضغط يرتفع في الجسم، يعمل على إحباط الالتهابات. حتى أنت بتلاحظ نفسك عندما تصاب أو يطرأ عليك أي طارئ، لا تشعر بآلام، يبدأ الشعور بالآلام في المساء ثاني يوم، والسبب هو هرمون الكورتيزول، يعمل على تثبيط، إحباط أي عوامل متعلقة بالالتهاب. لأنك أنت الآن في موج، لأنه بعض الأحيان علامات الالتهاب هذه تؤدي إلى تعطيل العمل، تورم، عدم المقدرة على الحركة، ألم، فيعمل على تقليل كل هذه الأمور. فتخيل نفسك بالله الصباح أنت نايم إلى الساعة 8، عامل للأسف المنبه على موعد الدوام العمل، وتقوم في الصباح جسمك مليء بالسكريات والدهون، جسمك قد جرى فيه العديد من العمليات أدت إلى تقليل الالتهابات، تقليل المناعة، ارتفاع الضغط، وأنت كيف حيكون وضعك؟ مالك ذوق، مالك أي نية، أي لممارسة العمل، جسمك خامل، خبيث النفس. لكن إذا صحيت سبحان الله وصليت الفجر، أثناء مشيك للصلاة، أدائك للصلاة، الخشوع في الصلاة، تستهلك الطاقة، تستهلك هذه الأمور والتغيرات اللي صارت في جسمك، فتصبح طيب النفس.
نعم الإله على العباد كثيرة وبديعة الأجناس والألوان. خلق الغذاء فيه شفاء للورى، طب بديل نافع الأبدان.